حرب يونيو عام 67 ظنت إسرائيل أنها قد أصبحت في مأمن، وراحت تبحث عن وسيلة لفصل سيناء عن الجسد المصري. ذهبت إلى شيخ مشايخ سيناء في ذلك الوقت الشيخ سالم الهرش، وأغرته بالمال وبالسلطان، وطلبت منه أن يقف أمام مندوب الصليب الأحمر وأمام وكالات الأنباء العالمية ليعلن أن سيناء ليست مصرية وأن أهلها ليسوا مصريين. فماذا كان رد الشيخ سالم على كل هذه الإغراءات؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من حفيدته، مع السيدة سالم، مع السيدة سلوى سالم الهرش. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. فخامة الرئيس، الجمع الكريم، إنه لعظيم الشرف أن أمثل أمامكم اليوم عظيمات سيناء، وعلى رأسهم أمهات وزوجات الشهداء بقرية الروضة، فهم من روضة الأرض إلى روضة السماء بإذن الله. سيد الرئيس، إنه لعظيم الشرف لي أيضا أن أقدم ما سطره التاريخ عن عظماء وشيوخ ورموز قبائل سيناء وما قاموا به من دور عظيم تسببت فيه المحن الكثيرة للعدوان على مصر وعلى سيناء. فجدي الأكبر الشيخ علي الهرش حارب الإنجليز على أرض سيناء، وسلم الراية بعد ذلك للشيخ سالم الهرش الذي طلبت منه إسرائيل أن يقف أمام العالم ويشهد شيخ مشايخ سيناء أنها ليست مصرية، وأنهم سيضعوا صورة الشيخ سالم على العملة، وأنها ستصبح إمارة ويصبح أميراً عليها كإغراءات يطمع فيها كل بني آدم إلا من يعلم قيمة الأرض والعرض والوطنية. فذهب الشيخ سالم الهرش على الفور إلى رجال المخابرات الحربية آنذاك وأعلمهم بما حدث معه، فقالوا له: جاريهم يا شيخ سالم، اقبل. فبلغهم أنه يقبل بموعد المؤتمر، ففرحوا. ولكن وقف الشيخ سالم الهرش في هذا اليوم على أرض الحسنة عام 68، وأحضروا مخرج إيطالي لينقل على الهواء للعالم بأسره شهادة شيخ مشايخ سيناء أن سيناء ليست مصرية. فقال لهم الشيخ سالم: أما أرواحنا فهي زاهقة لله، ولو قلنا غير ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. سيناء مصرية وأهالي سيناء مصريون إلى النخاع. سيناء مصرية وأهالي سيناء مصريون إلى النخاع، ومن أراد التداول فيها فليذهب ويقابل الزعيم جمال عبد الناصر.
وقاموا بتهريبه إلى الأردن بعد ذلك بالتعاون مع المخابرات العامة. وقال موشي ديان بعد أن بحث عنه في كل مكان: هرب عنا الشيخ سالم بشحم كلاه. هؤلاء هم من علمونا الوطنية. وبعده يأتي دور والدي رحمة الله عليه الشيخ علي الهرش الذي كان محاربا في حرب 73 سلاح مدرعات، وأفخر أن أكون ابن لمحارب في 73. وكم تمنيت أن يكون لي دور، أقسم بالله تمنيت يكون لي دور كأجدادي وكأبي، حتى جاء يوم 30/6 وربنا كتب لي هذا الدور بفضل الله. فجاء الشباب إلى منزلي بمدينة العريش وندهوا علي وقالوا: يا أبلة سلوى، عايزين نطلع من داخل العريش زي المحافظات التانية، نقول ارحل بس المسلحين مالين الشوارع. فخوفوني قالوا: ما تنزليش الموقف صعب. فقلت لهم: مش هكون بنت الشيخ سالم وبنت الشيخ علي لو ما نزلتش. واخدت السيارة الحمد لله واصطحبت الشباب إلى ميدان الرفاعي، والحمد لله حمانا جيشنا العظيم في هذا اليوم. تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي تحمي شرفكم في سيناء. يا مؤسسة محترمة، يا باقين على مصر، نحن بكم نكون. فخامة الرئيس، أحمد الله سبحانه وتعالى أنني الآن أم لبطل. حيوا معي أسود الحربية، تحية إعزاز وتقدير لأسود الحربية. فأنا أم لطالب مقاتل محمد محمود محمود سلمان ابن سيناء. محمد موجود؟ موجود يا فندم. وقف يا محمد. وتحت أمر مصر يا فندم. فخامة الرئيس، نقدم أغلى ما لدينا للوطن، مستعدين نحن وأهلنا في سيناء وأبنائنا وأزواجنا ومشايخنا، مستعدين جميعا أن نكون يدا بيد مع جيشنا وشرطتنا على أرض سيناء. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: لما هم خير أجناد الأرض يا رسول الله؟ قال: هم وأزواجهم وأبنائهم في رباط إلى أن تقوم الساعة. ونحن فعلا يا سيادة الرئيس نعاهدكم أن نكون في رباط على أرض سيناء إلى أن تقوم الساعة. سيادة الرئيس، حينما يقولون لي اسمك مكتوب في الاغتيالات، اهدي شوية، برد وأقول: اللي جيشها الجيش المصري ما تخافش، أقسم بالله أنا لا أخاف بكم خير أجناد الأرض. فخامة الرئيس، حملني أهالي سيناء لكم كل المحبة والتقدير. بنهنيك على الفترة الرئاسية الجديدة، ويشهد الله أن كل القبائل وكل الفلاحين تلاحمنا معا لكي تظهر هذه النتيجة المشرفة، ومستعدين معك حتى نرى سيناء العالمية. وعدتنا بها، ونثق فيكم ونثق في جيشنا العظيم الذي يقدم معجزات لا إنجازات على أرض مصر. لكم من سيناء ومن قلب سيناء كل الاحترام والإعزاز والتقدير، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله.